منظر جميل جدا، شكل الفوانيس والوانها المبهجه، والفوانيس وهي بتنور شوارعنا والحواري والاماكن الكتيره في بلدنا، والاطفال كمان شايفه الصوره حلوه ازاي، فكره مبهجه ومفرحه. بقى في كده طقوس موجوده عند الناس، اول ما تبتدي تشوف قماش الخياميه واول ما تبتدي تشوف النقوش بتاعه القماش الرمضاني، الناس بقت بتحس بالفرحه. كمان يمكن زمان او انا يمكن في بيتنا ما كانش متعودين ان احنا نحط زينه جوه البيت، كنا بنشوف الزينه في الشارع، لكن يمكن بعد شويه بقى بقينا نحط حاجات لها علاقه، ونحط مفرش لرمضان، نحط اكياس للمخدات او للكوشنز، يعني باشكال رمضيه. ابتدينا ندخل البهجه جوه البيت كمان مش بره البيت، كانت بتبقى حاجات مرتبطه بانها موجوده في الشارع، لكن بقى في حرص من الاغلب الاعم ان هو يحط مظاهر للبهجه والفرحه. والولاد كمان في المدارس بقوا يعملوا زينه بايديهم، بقوا يرسموا في الحصص بتاعه الرسم، يعني كل الحاجات اللي هي لها علاقه بالارت. ربنا ما يقطعها لنا عاده ابدا، عاده رمضان والاستعدادات قبل رمضان، البهجه بتبدا من قبل رمضان. يا رب كمان يبقى شهر كده كله خير وامان وبركه على المصريين كلهم وعلى العالم الاسلامي، ونحس كده بالامان فيه. هو شهر للراحه، شهر للهدوء والسكينه.